حد المرتد. قال: فمن ارتد استتيب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل. إذن حكم المرتد أن يستتاب، ومعنى استتيب يعني طلبت منه التوبة، لأن السين والتالي الطلب، يعني تطلب منه التوبة 3 أيام، وهذا واجب على الإمام، فليس للإمام أن يقتله مباشرة، بل يجب على الإمام أو الحاكم وهو من ينيبه الإمام في ذلك كالقاضي أو غيره أن يستتيب المرتد 3 أيام، ويحبس وجوبا، ويستتاب خلال فترة الحبس وهي 3 أيام، يدعى للتوبة. فإن رجع، يعني تاب ورجع إلى الإسلام، فإنه لا يعزر، يعني لا يعاقب عقوبة تعزيرية، وهذا من أجل ترغيبه في الإسلام حتى لا ننفره من الإسلام. أما إذا أصر على الردة بعد أن استتيب 3 وحبس وضيق عليه، فإنه حينئذ يقتل وجوبا. والدليل على قتل المرتد ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه.